انا بدأت. ماشي. بص طيب، بس هو دلوقتي المسألة بتجيلك بيقولك إن عندك تو نودز A و B، ماشي، كلاينت أو سيرفر أو أي حاجة يعني. هو المفروض بيبقى يقولك كذا حاجة في المسألة، ماشي. المسألة دي هيقولك بس حاجة واحدة، يعني هيقولك كذا حاجة بس مش هيقولك حاجة مهمة هنحتاجها في مسألة الإكسل اللي هي الويندوز سايز يعني. وهنا بيقول إن A sequence number بيبتدي ب 2000، segment size ب 200 بايت، و B sequence number 800 و segment size 500 بايت، ماشي. هو عايز أول 3 segments تبعتهم، ده غير ال connection establishment، وهنعمل كمان ال connection termination يعني. فعايز في ال segments اللي هتتبعت أو ال packets اللي هتتبعت دي، عايز ال sequence number وال acknowledgement number والتلاتة flags دول، تمام. بص، هو أكتر حاجة بصمك في الموضوع ده هي ال flags. احنا عندنا 3 flags المفروض ان احنا بنكتبهم في كل باكت بنبعتها، ال acknowledgement flag وال send flag وال send flag. خلينا في ال acknowledgement الاول. ال acknowledgement اول باكت بتبعتها بس في connection setup بزيرو، باقي ال acknowledgement flags في كل باكتس، باقي ال flag acknowledgement في كل باكتس هيبقى بون، ماشي. يعني اول flag في ال acknowledgement flag في اول باكت هيبقى بزيرو والباقي بون، حلو. بعد كده ال fin وال send. الفين ده بتاع الكونكشن ترمينيشن، فطالما انت ما بتعملش كونكشن ترمينيشن يعني في السيت اب اوف داتا اكسشينج، انت هتخلي الفين ده بزيرو. في الكونكشن ترمينيشن هنشوفها بعدين، بس هو طالما انت مش كونكشن ترمينيشن فالفين ده هيفضل بزيرو. وبعد كده السين فلاج، السين فلاج ده بتاع الكونكشن سيت اب، تمام. الكونكشن سيت اب فيها 3 باكتس، تمام، بتتبعت. هو كان دكتور كان قايل اسمها 3 واي هاند شيكينج، ماشي. اول باكت بتبعتها بيبقى السن بون، تاني باكت من السيرفر الكلاينت او من بي ال اي الفين بون السن بون، تالت باكت السن والفين هيبقوا بزيرو. الفين كده كده بزيرو والسن هتبقى بزيرو. اخر باكت في السيت اب السن هيبقى بزيرو، تمام. ماشي. دلوقتي أنا عندي سؤال، معلش. اسال اخويا. هو السهم اللي راجع من بيل ايه ده باكت ولا اكنولجمنت؟ بص، هو في الطبيعي انك ممكن اصلا ايه اللي يبعت وبي ما يبعتش، بس هو في كل المسائل الاي والبي بيبعتوا مع بعض، تمام. يعني هو انت لو السهم اللي راجع من بي ده انت بتبعت وبتستقبل فيها، تعرف ان هي تعرف ان في سيكونس نمبر وفي اكنولجمنت، ماشي. انت لو مش بتبعت حاجه مش هيبقى في سيكونس نمبر اصلا، يعني مش بتبعت داتا مش هيبقى في سيكونس، بس هو طالما في سيكونس اكنولجمنت يبقى انت بتاكنولج الداتا اللي قبلها وبتسيكونس او بتبعت باكت جديده بسيكونس نمبر كذا، فاهم؟ فهمت. يعني هو السيكونس نمبر ده، هو بص، هو الدكتور كان في التي سبيدر كان بيبقى فيه بيلود كده، اوبشن بيلود. انا ممكن افتح البتاع لو عايزين. استنى، شايفين السلايد صح؟ بص، هو دلوقتي السيكونس نمبر ده بيبقى اول بايت في الداتا، يبقى اول بايت في البيلود بتاعك، ماشي. فانت بتبعت رقم اول بايت في البيلود بتاعك، ده بيبقى السيكونس نمبر، تمام. ماشي. تعالى بقى نبص في الموضوع الاصل. هو دلوقتي الاول كان قايل السيجمنت سايز بتاع ايه 200. بص، احنا دلوقتي احنا بنتعامل مع البيلود مش مع السيجمنت سايز، انت عارف الفرق بينهم صح؟ السيجمنت سايز ده بيبقى فيه بيلود وفيه هيدر، انت دايما هتقسيم ان الهيدر ب 20 الا لو قال لك ان فيه اوبشنز، ماشي. ده زي الـ IP header كده. معلش بقى كده، ممكن سؤال؟ اسأل يا حبيبي. هو انت قلت ان الـ ان الـ acknowledgement بتاعت حاجة والفاين بتاع حاجة والساين دي بتاع حاجة، هما ممكن ماشي تقولهم كده تاني ايه هما؟ ماشي. بص، الـ acknowledgement ده انت كل الباكتس هتحطها بون، الـ acknowledgement بون ما عدا اول باكت. ليه؟ لو عايز تفهم، بص، الاكنولجمنت بزيرو ده معناه ان انا الرقم في الاكنولجمنت ده انا مش مهتم بيه، اللي انت هنا بتسيت اب، فاهم؟ انت دي اول باكت تبعتها، انت مش بتاكنولج حاجه او مش بتكونفيرم حاجه اتبعتت لك، فاهم؟ فانت الاكنولجمنت هنا اي رقم هتحطه مش هيبقى مهم، فعشان كده بتقول ان الاكنولجمنت بزيرو، تمام. ده الاكنولجمنت، عشان كده بعد كده كل الاكنولجمنت هتبقى بون. انا مش مكمل في باقي الباكتس، بس انت يعني فاهم، يعني الباكت دي هتبقى هي زيها، فاهم؟ في كل الـ data exchange، ماشي. السن ده بتاع الكونكشن سيت اب، ماشي. فانت وانت بتعمل كونكشن سيت اب السن فلاج ده لازم يبقى بون، بس مش هيبقى بون في كل الباكتس، هيبقى بون في اول وتاني باكت، في الباكت اللي هي من A ل B والباكت من B ل A،
فاهم يعني اول تو باكيتس من طالعين خالص من النودز دي اللي هي الاي بعد كده خلاص بعد كده السن والفين بعد كده السن هيبقى بزيرو تمام. الفين ده بتاع كونكشن ترمينيشن فهنتكلم عليه بعدين، بس هو يعني طالما انت مش تعمل ترمينيشن للكونكشن فالفين ده هيفضل بزيرو. هو يعني ايه بعمل ديترمينيشن للكونكشن؟ معلش يعني بتقفل بتخلص كونكشن بتترمينيت كونكشن بتقفله تمام ماشي تمام. بص بقى نبتدي صعب شويه. هو دلوقتي قال لك، انا لسه كنت بقول لايمن يعني الموضوع ان احنا يبقى هيدينا السيجمنت سايز او هيديك البيلود على طول. هو لو اداك البيلود على طول يعني لو قال لك بيلود في كذا اشتغل بالرقم اللي بيديه لك على طول. لو قال لك سيجمنت سايز في كذا هتعمل ماينس 20 لو هو ما قالكش ان الهيدر في اوبشنز، او لو في اوبشنز هتزود على الاوبشنز على 20. هو كان قايل لنا في المساله بتاعت الشيت هنا ثانيه واحده كان قايل لها في مساله هو الشيت لو في بيلود وهيدر واوبشنز باخد البيلود بس قصدك انت صح؟ كده كده بتشتغل بالبيلود يعني الرقم اللي هنزوده بعد كده لما نشوف في الفلو بتاع المساله الرقم تزوده بتزود البيلود بس مش الشيت ماشي مش السيجمنت كلها ماشي. ماشي. هو كان قايل في المساله سيجمنت سايز بتاع ايه ب 200 ماشي، وقال لك هتبتدي السيكونس ب 2000. فبص يعني هتعمل 180 هتتعامل 220 ب 180 بالظبط، وفي بي كان قال لك ب 500 في البيلود ب 480 تمام. اول حاجه هتعملها هتحط اول باكت هتبعتها. بص انت المفروض تفرق بالالوان، وكان قال الموضوع ده هيبقى سهلك فرق بالالوان. فانا كاتب اللي بالاحمر ده دي حاجه الايه تمام، دي الداتا بتاعت الايه. الحاجه اللي بالازرق دي الداتا بتاعت البي تمام، او البيلود بتاع البي ماشي. هنمشي واحده واحده بقى. بص انت دلوقتي هو كان قايل لك ان السيكونس بتاع الايه هيبتدي من 2000 تمام. فانت بتبعت في الباكت سيكونس واكنولجمنت، هو بيبقى مهتم. هو كان قايل لك في المساله ثلاثه فلاجز دول والسيكونس والاكنولجمنت. السيكونس تبعته ب 2000 هو كان بيبتدي ب 2000. الاكنولجمنت قلنا ان اول باكت دي انت مش بتاكنولج حاجه مش بتكونفيرم حاجه فهتسيبها فاضية هتكتب فيها رقم، بس هو يعني الأحسن إنك تسيبها فاضية تعمل جنبها داش كده تمام. والفلاكس دي كله فاهمة صح؟ يعني إحنا اتكلمنا في الفلاكس دي خلاص تمام. ماشي. هيجي من بي لإيه بقى؟ أنت دلوقتي يا اسطى من بي قال لك السيكونس بتاعه يبتدي من كام؟ 2001 لأ لا أهو مش فاكر يعني بي بصراحة. 800 والسيجمنت سايز فوق ال 500 اهو تبتدي من 800 ماشي. فانت يا اسطى السيكونس ده اول رقم في البايت بتاع في اول بايت في البيلود بتاعك ماشي. ماشي فانت السيكونس هتبتدي من 800 اهو. بعد كده انت جالك سيكونس 2000. بص الاكنولجمنت انت المفروض بتقول له ان دي وصلت تمام، فانت بتبعت له رقم البايت اللي بعدها الداتا اللي بعدها ماشي. في الكونكشن سيت اب انت مالكش دعوه بالسيجمنت سايز او البيلود، انت في الكونكشن سيت اب الباكت نفسها بيبقى فيها 1 بايت بس، فانت تلاقيني بزود حايد في الاول وبعد كده بزود حوار البيلود ده. فانت هتبعت هنا السيكونس ب 2000 هتاكنولج 2001. خلينا ماشيين طيب مع الاحمر الاول ماشي، وبعد كده نرجع للاسود. دلوقتي هتبعت سيكونس 2000 هتاكنولج 2001 ماشي، انك مستني 2001 فاهم يعني انت مستني من ايه انه يبعت لك 2001. بص دي رول مهمه جدا، الاكنولجمنت بتاعت حاجه هي السيكونس بتاعت اللي بعدها فاهم، او السيكونس بتاعت الباكت دي هي الاكنولجمنت بتاعت اللي بعدها. يعني بص لو ركزت يعني 2001 ان انا جالي 2000 ومستني 2001 بالظبط فانت هتبعت له 2001. ماشي. هنا بقى تاني عند الناحيه التانيه هيبقى مستني ايه انا مستني 2002 ووصل له 2001 بالظبط، فانت هتبعت له 2002 ماشي. ماشي. احنا قلت لك اول ثلاثة دول انت هتبعت 1 بايت بس فاهم، عشان انت لسه بتسيت اب كونكشن، فالسيت اب كونكشن الداتا بتاعتها بتبقى 1 بايت ماشي حلو ماشي. ماشي انت دلوقتي هنا قلت له انا مستني 2002 فهيبعت لك 2002 اهو. بي قال له انا مستني 2002 اكنولجمنت 2002 فهيبعت سيكونس 2002. ركز بقى بص هنا في الداتا اكستشينج، انت دلوقتي الداتا اكستشينج بتاكستشينج البيلود بقى بتبعت البيلود، فالبيلود عندك بكام؟ 180 اللي هي 180 بالظبط. احنا كل ده الاحمر ده الايه، احنا هنعمل الايه ده الاول ماشي. بس انا مش فاهم ليه السيت اب 3 يعني هو مش ببعت ان انا عايز ابدا وبعدين بالظبط ليه مش 2 بس يعني ماشي. بص قعدت برد عليك وخلاص
هو الدكتور ما شرحش الكلام ده، بس يعني بص، هو انت دلوقتي هنا انت بتبعت له واحده واحده، بتبعت له الاول سيكونس، البي بيبعت له سيكونس انه هيبتدي من 2000، حلو، فالبي بي اكنولج انه مع 2001 وبيبعت له السيكونس بتاعته من 100، فهو الايه لسه ما ردش، يعني الايه لسه ما قالوش ان انا جاهز، يعني فاهم؟ لو انت وقفت هنا، وقفت هنا ما بعتش التالته دي، الايه ما ردش عليه ان هو مستني بقى 801، فاهم؟ فلسه ما كانش بيسيت اب الكونكشن، سيت اب كونكشن تخلص هنا لما يقول له خلاص تمام انا مستني منك 801، انا كده في كونكشن ما بيننا خلاص، فاهم قصدي؟ ده عشان الاثنين بيسند ويرسيف يعني، انا صح؟ قلت لك، قلت لك لو البي بي بيبعت اكنولجمنت بس مش هتلاقي فيه سيكونس اصلا، ماشي. بس عشان فهو يعني التالت ايه بيبعت وايه بيبعت، فلازم يبقى ده بيقول له انا جاهز وده يقول له انا جاهز. بالظبط كده، فانت التالتة هنا بيقول له تمام انا اكنولج، انا مستني منك 801، في كونكشن خلاص بينا، ماشي. تمام. نرجع هنا بقى، اخر حاجه وصلنا لها ان هو هنا، بص هو قلت لك الاكنولجمنت السيكونس بتاع حاجه هو الاكنولجمنت بتاعت اللي قبلها، فاهم؟ يعني انا بقول له انا مستني منك 2002 فهيبعت لي 2002، تمام. هنا دلوقتي السيكونس 2002، ماشي. هو مفروض بقى طالما احنا ابتدينا الداتا اكسشينج، انت هتبعت البيلود بتاعت هتبعت البيلود كلها، البيلود كانت في ايه 180، تمام. فانت لما تقول له هنا السيكونس الاكنولجمنت 2002 ويبعت سيكونس 2002، يبقى انت جالك كده 2002، تمام. انت كده هتستنى منه بقى الداتا بتاعته، فالداتا بتاعته هتعمل 2002 بلس 180، فاهم؟ الو، لا تاني معلش. ماشي. بص انت دلوقتي قلت لك انت فاهم اللي فوق، صح؟ تمام. ماشي. انت دلوقتي هنا معلش يا بهاء، هو السيت اب خلص فين؟ السيت اب خلص هنا، وانا كاتب لك السيت اب خلص هنا، السيت اب فيه 3 باكتس، تمام. هم دول ليه بقى انت لما جيت تبعت في اللي هي دي، ليه لما جيت تبعت السيكونس اللي هي اللي تحتها دي، ليه ما زودتش البيلود بتاعك؟ ماشي. ما انا هقول لك دلوقتي، انت هنا قايل له انا مستني 2002، انا قلت لك السيكونس هو الاكنولجمنت بتاع ده، فاهم قصدي؟ هو مستني مني 2002. هو السيكونس بتاع الازرق، الازرق لسه ما خلصش، بتاع بي لسه ما لا لا، خلصش. الازرق ده، الازرق ده بي، الازرق ده بي، انا بي مشيلك كان لسه اللحظه ما اللحظه خلصش، عشان بي كان لسه ما خلصش وانت واقف هنا يعني. بي كان لسه ما خلصش ازاي؟ يعني في السيت اب بتاع بي كان لسه ما خلصش وانت واقف على لا، هو الماوس السيت اب كله خلص هنا، السيت اب كله خلص هنا، انت الداتا ابتدت تتبعت اهو من ايه، فاهم؟ ماشي. عشان كده بص، لو عايز تركز الازرق، انت سيكونس هنا ب 801، هو مستني خلاص بعد كده، يعني انت بعت هنا ل 480 بتوع بي، يعني لو عايز تفهم، عشان بي هو اللي ابتدى، فاهم؟ بي هو اللي ابتدى يبعت مش ايه، فبي لما ابتدى يبعت بعد سيكونس 801 بقت اكنولجمنت 2281، بعت له 480، فاهم قصدي؟ تمام. لكن هنا ايه كانش لسه، ايه ما كانش لسه بيبعت، ايه ابتدى يبعت هنا 2002، هو انا ابتدى يبعت بتعامل مع الداتا بتاعته. البيلود، ما بتعاملش مع السيجمنت سايز، صح؟ لا بالظبط، انت بتشيل بقى السيجمنت سايز، بتشيل منه 20 طالما قال لك ان الهيدر ما فيهوش اوبشنز، تمام. تمام. فانت هنا ايه بقى ابتدت تبعت، ابتدت تبعت سيكونس 2002، تمام. فلما توصل عند البي، البي هيرد عليها ان هو مستني 2182، يعني السيكونس ده، يعني كل اللي قبل ده، كل اللي قبل ده وصل، اللي هي البيلود بتاع الباكت بتاعت ايه اللي هي 180، ماشي. فلما يقول له اكنولج 2180 الرقم ده، هيبعت الداتا اللي اولها الرقم ده، هو ما بيبعتش الرقم ده بس، هو بيبعت الداتا اللي اولها الرقم ده، الداتا دي فيها 180 بايت، فهتجمع ال 180 بايت على ال 2182 دي. يا جماعة حد مش فاهم، حد مش فاهم يقول لي عادي. هو يعني عند بي لما جاله ألف، قال له 2002 في السيكونس، قال له ماشي، تمام وصلت لي 2002 وبعت لي ال 180 بقى بتاعتك، صح؟ ايوه اللي بالظبط في كده، قال له ابعت لي 2100، قال له ابعت لي الداتا اللي اولها 2182، ايوه، لان هي فانت الداتا عشان كده السيكونس 2182 في اللي بعدها. بالظبط اهو، لان بص يا اسطى، الداتا بالظبط من 2002 ل 2181، كل ده وصل خلاص للبي، ايوه فعشان يقول له ان هو وصل هيقول له ابعت لي من اول 2182، ماشي. تمام.
السيكونس هنا ب 2182. قلت لك السيكونس هو الاكنولجمنت اللي قبله، يعني انت طالما السيكونس الاكنولجمنت هنا السيكونس اللي قبله هو ده، يعني فاهم، هو بيقول له ابعت لي ده فهيبعت له ده. بعد كده الاكنولجمنت اللي بعدها المفروض يعمل ايه؟ يزود ال 180 على الرقم ده، يقول له خلاص الداتا دي وصلت اللي اخرها 2000 2361، ابتدي ابعت لي من 2362. طب انا فاهم؟ هفضل قاعد اكنولجمنت مع بيصل 180 لحد امتى كده؟ لحد، بص هو كان في المساله كان قايل لك اعمل 3 سيجمنتس او 3 باكتس، فدي اول سيجمنت من البي، دي تاني سيجمنت من البي، دي تالت سيجمنت من البي، بس احنا مركزين دلوقتي مع الايه. فانت هتقول ايه؟ ان دي اول سيجمنت من الايه، دي تاني سيجمنت من الايه، دي تالت سيجمنت من الايه. تمام؟ تمام. هو بيقول لك قد ايه تبعت سيجمنتس قد ايه. حلو. تمام. بس بعدين 1362 بيقول له acknowledged انا وصل لي 2300، ابتدي يبعت لي من 2362، فابتدي يبعت له من 2362. تمام. تمام. ماشي. ابتدينا هنا بقى البي عايز يبعت termination، خلاص البي هي terminate. تمام. فهيقول له انا وصل لي لحد 2541. حلو. تمام يا جماعة. ماشي تمام. هيقول له انا وصل لحد 2541، ابتدي ابعت لي من 2542. بس هو ايه، هيعرف انه بيترمينيت الكونكشن منين؟ من الفلاج اللي اسمه فين ده، هيبعت له من الفين بون، هيعرف انه هي كده ابتدى يترمينيت الكونكشن. ماشي. تمام. فهيرد عليه سيكونس 2542 وفين بون. جامد. قلت لك الكونكشن ترمينيشن والكونكشن سيت اب بيبعت بايت واحدة بس، فيرد عليه هنا ب 2543. بس اخر باكت في كونكشن ترمينيشن الفين ده بتاع في زيرو خلاص. تمام. انا حصل ماشي. هو الدكتور بالظبط، هو الدكتور كان قايل اصلا الباكت الاخيره دي ممكن ما نعملهاش، يعني ممكن نفكسها اصلا، ما احنا مهتمين بالاثنين باكت دول. تمام. بص هنفهم اكتر في البي، البي هيبان. تعالى بقى، هو دلوقتي هنا جاي له اكنولجمنت مش مهتم بيها، عشان هو لسه اصلا يعني بي ما كانش لسه بعت حاجه، فالبي هيبتدي يبعت منين؟ من هنا. ماشي. هيبعت سيكونس 800، اول رقم عنده، اول رقم في البايت اللي عايز يبعتها. هو كان قايل في شيت ان السيكونس بتاع بي هيبتدي من 800. حلو. فايه هيرد عليه؟ يقول لي ماشي. ابعت لي من اول 801، لان احنا لسه في الكونكشن سيت اب، فهتبعت بايت واحده بس. ماشي. تمام. فالبي بقى من اول داتا اكستشينج هنا هيبعت سيكونس 801 اللي هو كان الايه قال له انا مستنيه. فاهم؟ هيبعت جامد. 801 فجاله هنا، فيقول له خلاص تمام انا مستني بقى 2281. ايه ال 2281 دي؟ هي السيكونس بلس البيلود بس بتاع ال 400. 180. تمام. جامد. قلت لك السيكونس هو الاكنولجمنت بتاع اللي قبله، فهو هنا السيكونس 2281، هو ابتدى يبعت له خلاص الداتا اللي من اول 2281 لحد 1760 اللي هم 480. السيكونس اللي بعده هتعمل اكنولجمنت، هتعمل الاكنولجمنت بتاعته يبقى السيكونس بلس 480. فيقول له خلاص تمام انا هنا، هنا بقى الايه هيبعت له، يقول له خلاص تمام انا وصل لي لحد 1760، ابتدي ابعت لي من 1761. هيبعت له اكنولجمنت 1761. فالبي لما يجي يبعت هيبعت ايه؟ قول يا هيبعت او حد يقول. هيبعت ال 1761 دي في السيكونس ويبعت بقى اكنولجمنت ان هو مستني اللي بعدها. بالظبط، هيبعت اكنولجمنت ان هو مستني بتاعت الاي دي. ماشي. ماشي. حلو. يبقى احنا وصلنا ان هنا السيكونس 1760، خلاص هو بعت 1760، فالاي عايز يرد عليه يقول له ان دي وصلت، فيعمل ايه؟ هيبعت acknowledgement. هيبعت ال acknowledgement ان هو وصلت له دي ومستني اللي بعدها ب 480. بالظبط كده. نيجي عند connection termination، هو هنا هيبعت له sequence 2241. تمام. ان هو خلق هو الايه كان مستني منه ده، فهيبعته له. فاهم؟ طالما ال acknowledgement دي هتبقى sequence، هو ال acknowledgement اللي قبلها دي قاعده مهمه، يعني دي هتسهل عليك الدنيا خالص، ان هو sequence هو ال acknowledgement اللي قبله، انا مستني منك دي فانا هبعت لك دي. فاهم؟ هيبعت السيكونس 2241 ويبعت ان الفين بون. ايوه. هيجي الاي يرد عليه يقول له تمام انا مستني منك ايه بقى؟ مستني منك 2242، عشان احنا في كونكشن بلس ترمينيشن هتبقى بايت واحده بس. بس بالظبط. فيبعت له هنا 2242. جامده. بس
اخر باكت دي مش مهمه اصلا، هو كان الف كسر بس انا يعني كتبتها زي ما هو كان حلال. تمام، حد مش فاهم اشرحها تاني؟ لسه في كده مساله المسألة تانية يعني. خلصت، دي كل الطلبات. حد في قول يا عماد. دلوقتي هو انا عشان انا هبعت 3 مرات، فانا بفضل ابعت الرقم بتاع السيكونس عندي، يعني مثلا لو قلنا 180 فرضا، فبجمعها 3 مرات بعد كده لحد ما اوصل لاخر تالت مرة يعني، فخلاص كده مش هبعت تاني صح؟ هي مش كده بالظبط، بس اه يعني انت لو عايز تبتدي انت هتبتدي تشوف انت اصلا يعني، هي انت غالبا البي اللي هيبتدي يبعت، لان انت الكونكشن سيت اب بيحتاج 3 باكتس، فالكونكشن تمام سيت اب هيخلص من عند الاي للبي، فانت هتبتدي تبعت من البي للاي 3 مرات، هتبعت له مره السيكونس من 801 ل 2281. تمام، دي اول باكت اتبعت تمام ل 2280 بالظبط، عشان هو البيلود 480، هتجمع من 801 ل 2480 يبقى 2280، هيبقى 2281، بس صح انك بعت لحد 2280، فاهم قصدي؟ وهتبتدي اه تبعت الثانيه الباكت الجديده من 2281. بص السيكونس ده زي ما وريتك في التي سي بي هيدر، السيكونس ده بيبقى رقم اول بايت في البيلود، يعني هو الرقم ده بيقول له ده اول رقم عندك في البيلود اللي عددهم 480. ماشي، فالبيلود بتاع الباكت 480، فمن 2281 لحد 1760، فايه هيقول له خلاص تمام انا وصل لي دول، ابتدي ابعت لي من 1761 اهو، دي تالت واحده اهي 1761 هيبعتها لي، فالايه هيرد عليه يقول له انا مستني من 2241، هيبتدي هنا يبعت له 2241 عادي جدا، فاهم؟ لان هو مستنيها برضه، فاهم؟ هو مستنيها، دي اخر باكت هتتبعت. تمام، تمام هيتبعت معاها فين؟ ان هو خلاص هيبتدي تيرمينيت الكونكشن. ماشي، فلما بي يجي له لما ايه يجي له كونكشن ترمينيشن، هيطلب منه يبعت له 2242، مش هيطلب منه يبعت له البيلود كلها، هيطلب منه يبعت له البايت بتاعت كونكشن ترمينيشن بس، فاهم قصدي؟ اه يعطي بايد واحدة بس. عشان دي كونكشن ترمينيشن خلاص، عشان جاله فين، طالما جاله فين فين ايكوال 1 فدي كونكشن ترمينيشن تمام بس. ممكن نشوف المسألة التانية بقى، استنى بس عشان مش عارف يعني اقرا. الخلاصة قول لما بيكون حد بيبعت للتاني بيبعت له السيكونس، فالتاني بيرد عليه بأكنولجمنت ان ده وصل له ومستني كذا، يكون بالظبط الأكنولجمنت هي السيكونس اللي قبلها. بالظبط كده، الاكنولجمنت هي السيكونس اللي قبلها بالظبط. هو انا بها لما بيقول لي لا لا لا، السيكونس هو الاكنولجمنت اللي قبلها. ايوه فاهم. اهي وانا بها بص، لما يقول لي ابعت ثلاثة يبقى ببعت ثلاثة سيكونس صح، ويترد عليها ثلاثة اكنولجمنت لازم صح؟ لما يقول لك ابعت 3 سيجمنتس، اه بتفضل تبعت 3 سيجمنتس، تمام فاهم؟ بتخش تبعت هنا الاولى، بعد كده هنا التانية، بعد كده هنا التالتة. ماشي، بعد التالتة انت من بي بتبعت ترمينيشن بقى، انت يعني انت المفروض انك هتزود، بص انت غالبا بتزود 4 مرات. بص تعالى نحسبها، انا ما حسبتش الموضوع ده. انت هتزود هنا مرة 801 ل 2281 كده، 2281 ل 1161 كده، لا بتزود 3 مرات بس عادي، تزود من 801 ل 1281، من 1281 ل 1761، من 1761 ل 2241. انت هتزود، لو قال لك 3 سيجمنت زود 3 مرات. ماشي، ممكن تفهمها كده، بس انت مش فاهم الفكره نفسها. الفكره نفسها اسهل من انك تحفظ بتزود كم مره ومش بتزود كم مره. مهاب، معاك فاهم قصدي؟ يعني انت الفكره انك تفهم الموضوع اسهل من انك تقعد تشوف، عشان هي مثلا عند الايه، تعالى نشوف من عند الايه، هو الايه ابتدى يبعت 2002 2180 2362 1 2 3، الايه زود 4 مرات. ف ماشي، ممكن تقول ان البي عشان البي هو اللي بيبتدي، فالبي هيزود 3 مرات والايه هيزود مره، مش عارف يعني. يعني هو بعت 3 سيكونس مثلا، فادي 1 2 ايه، بس مش بعت 3 سيكونس. لا بص، هو هنا انت عايز تاخد من الايه للبي ولا من البي للايه؟ شوف ايه انت ايه اللي مش فاهم، قول لي. انا لما يقول لي بعت 3 سيجمنت ببعت 3 سيجمنت اللي هو 3 سيكونس بترد عليه 3 اكنولجمنت يعني، ولا على اساس ايه يعني؟ ده قصدي. اه تمام ماشي، فهمت. انت دلوقتي يا اسطى كده كده فكك من السيت اب وفكك من كونكشن ترمينيشن، حلو، دول كده كده اجباري، فاهم؟ دول دول كده كده حاجات محفوظه يعني. ماشي، انت فهمت بتعمل الكونكشن سيت اب ازاي والكونكشن ترمينيشن ازاي؟ اه انت
تعالى بقى في الداتا اكسشينج. الداتا اكسشينج انت هتبعت 3 سيجنالز، 1 2 3، هتبعت 3 سيكونس ترد عليهم 3 اكنولجمنت. تمام ماشي، لو انت في قصدك كده تبعت 3 سيجمنتس اهي، ادي سيكونس 801، ادي سيكونس 1200، 2000 1281، ادي سيكونس 1761. تمام تمام بس انت بقى فاهم تنقلت الارقام من دي لدي، وده بيبقى رقم الرقم ده بس خلاص. ماشي تعال نشوف مساله ثانيه. بص بيقول لك consider hosts A and B communicating over TCP connection. Assume unrealistically that the initial sequence number for each of A and B is zero. Sequence number ده اللي هو كان فوق كان 2000 و V كان 800، فهو بيقول لك هنا ابتديهم من زيرو. ماشي؟ Assume that all the segments sent between A and B have 20 byte headers. ماشي؟ A sends B a segment with 20 byte payload. تمام؟ هو قال هنا 20 byte payload، يبقى انت مش هتعمل اصلا minus 20، هو مديك ال payload اصلا. مش زي اللي فاتت، اللي فاتت كان قال لك السيجمنت ب 500 مثلا، فانت ما قالكش بيلود، فانت عايز تجيب البيلود فهتعمل ماينس 20 لتر. فاهم قصدي؟ بعد كده بيقول لك ايه، هيبتدي يبعت الاول 20 بايت بيلود، بعد كده بي هيرد عليه ب 30 بايت، وهيبعت له واحده 40 بايت تاني قبل ما يبعت حاجه تانيه. فاينلي ايه ريسبوند تو سيجمنتس اوف 50 بايت بايت بيلود. قول لي السيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر بتاع كل سيكونس، بتاع كل سيجمنت. بص هتبان لما نيجي نرسم. هي هنا دي مسألة عادية بس مغير البيلود في كل باكيت صح؟ اه بس هي الفكرة في حاجة، الفكرة ان انت هتبتدي تبعت بيها تبعت مرتين. ايوه بالظبط صح، بيها تبعت مرتين قبل ما يجي لها. هو بيقول لك بيها تبعت 30 بايت بيلود و40 بايت بيلود، كل ده بيلود، فاحنا مش محتاجين نعمل حسبة بتاعت ايه، هترد باكنولجمنت بس وقتها كده. هقول لك لا لا مش كده. بص دلوقتي كونكشن سيت اب زي ما عملناه المره اللي فاتت، ما فيش اي حاجه مختلفه. تمام، الاي هتبعت سيكونس بزيرو، الاكنولجمنت ملهاش لازمه. طيب السن هيبقى 1 والفين والاكنولجمنت بزيرو عشان دي اول باكيت، فالاكنولجمنت بزيرو، وبعد كده اي باكيت تانية الاكنولجمنت بتاعتها ب 1. تمام، البي هيبعت سيكونس بزيرو عشان هو قال ان الاي والبي هيبتدوا سيكونس زيرو، دول مالهمش علاقه ببعض. تمام، يعني 0 0 دول هو كان ممكن يبقى 0 100، هو قال لك بس الاثنين سيكونس بتاعهم يبقى 0. تمام ماشي، اللي ايه بعد سيكونس ب 0، فالمفروض البي يرد عليه باكنولجمنت كام؟ اكنولجمنت 1 بالظبط، عشان احنا لسه في السيت اب، فيرد عليه بوايت واحده، هيزودها على السيكونس 0 ده فتبقى ب 1. هيبعت ان السن هيبقى، هيبعت الفلاجز السن ب 1، هو ما كانش طالب الفلاجز بس هنكتبها عشان نفهم اكتر. السن ب 1 والفين ب 0 عشان احنا مش كونكشن ترمينيشن، والاكنولجمنت 1 خلاص. الاكنولجمنت 1 دي معناها ان الرقم اللي في الاكنولجمنت ده انا مهتم بيه. تمام، بعد كده اخر باكيت خالص في السيت اب هيبعت سيكونس ب 1 عشان جاله اكنولجمنت ب 1، هيبعت اكنولجمنت ب 1 عشان جاله سيكونس ب 0، خلاص سيكونس ب 0 وصل، فانا مستني منك اكنولجمنت 1 من بي، والسن ب 0 عشان دي اخر باكيت في السيت اب، والفين والفين ب 0 كده كده عشان احنا مش كونكشن ترمينيشن، والاكنولجمنت ب 1 خلاص ده بقى الديفولت بتاعنا. هو الديفولت انت لا مثلا لو عايز تضمن حاجه في المساله، انت كده كده اول باكت هتبعت اكنولجمنت ب 0 وبعد كده اكنولجمنت 1 في كله. السن اول اثنين باكتس في الكونكشن كلها، مش في السيت اب والداتا اكسشينج والترمينيشن، اول كونكشن اول تو باكتس في الكونكشن كلها السن ب 1، الفيلد كله ب 0 ما عدا اول تو باكتس في الكونكشن ترمينيشن. هو انا ممكن اشتري الكونكشن ترمينيشن بس ممكن نعملها مع بعض. تمام، نيجي بقى، هو دلوقتي قال لك في المساله ايه، مش عارف بتاع ده مستفز قوي. قال لك A sends B a segment with 20 byte payload، يبقى مين اللي هيبتدي يبعت الاول كده؟ ايه هتبدا تبعت الاول؟ ماشي، كمان كده ايه هتبتدي تبعت الاول. تعالى اهو بص، عشان الحته دي هتلخبط. ايه هيبتدي يبعت سيكونس تو عادي جدا. تمام، ليه بقى مش بون؟ مع ان هو ما جالوش هنا اكنولجمنت اصلا، عشان هو دي خلاص سيكونس 1 دي اتبعتت، انا هبتدي ابعت حاجه داتا جديده اصلا، فاهم؟ فهبتدي ابعت سيكونس 2. فاهم؟ ماشي، فاهم. هو دايما كأنه يقول لي هيبعت اكنولجمنت 2 لبي. ايه هو دايما في السؤال هيقول لي مين اللي هيبعت لمين، مش انا افترضها من نفسي يعني.
اه بص، هو في اللي فاتت ما قالش، في اللي فاتت ما قالش، فانت في اللي فاتت هتمشيه عادي جدا، ان الباكت واحده بتبعت والتانيه بترد، واحده بتبعت والتانيه بترد، عشان كده في التانيه احنا ابتدينا ان احنا نبعت من بي ال ايه، هو ما كانش شايل اي حاجه فاهم، تمام. لكن هنا كان قايل لك ان ايه هيبتدي يبعت، فاهم قصدي؟ فانت هتعمل كونكشن سيت اب عادي جدا من ال لبي، وهتبتدي بقى تبعت من ايه ماشي. بص تمام الاكنولجمنت بون ليه؟ لان انا اخر حاجه جات لي من بي سيكونس 0، فانا لسه مستني اكنولجمنت 1، فانا هنا برضو ما جاليش حاجه منه، فانا لسه مستني اكنولجمنت 1 فاهم. ليه ما غيرناش الاكنولجمنت؟ عشان لسه ما جاليش حاجه من بي، فانا لسه مستني منه اكنولجمنت 1 فاهم قصدي؟ وبس انا عملت سيكونس 2 كده ايه؟ علشان هو قال لي قولوا حد فيكم بيتكلم يعني. ايه بقى السيكونس 2 عشان انا كنت مستني اكت 2 فوق يعني. لا لا، السيكونس هنا بتو عشان خلاص انا ابتديت داتا، خلاص انا ابتديت هنا ابعت، انا لو بعت تمام سيكونس هنا بون فانا لسه ببعت نفس البايت، نفس البيلود او نفس الداتا، انا هنا ابتديت داتا جديده فاهم، هزود عليها واحد عشان احنا كنا لسه في السيت اب، هبتدي هنا ابعت من سيكونس 2 تمام فاهم. تمام هو عشان قال لي ايه بعتت من الاول، لكن لو ما كانش قال زي المسألة الاولى كنت هعمل سهم الاول من بي هيقول بالظبط، له هتبعت بي بقى عادي بقى acknowledgement 2، كان هيقول له acknowledgement 2 و sequence 2 بقى وسيكونس 1 sequence 1 قصدي. بالظبط كده صح. ماشي تعالى بقى نبتدي هنا دلوقتي، قال لك ايه؟ هتبعت لبي 20 بايت بيلود، هبعت سيكونس 2 واكنولجمنت 1 تمام. فهمنا ليه سيكونس 2 واكنولجمنت 1؟ اه تمام. اه ماشي حلو. بي بقى هترد عليها بايه؟ هترد عليها بسيكونس 1 عشان هي جالها اكنولجمنت 1 حلو. حجم البيلود ده كان قايل ان هي ب 30 ماشي، فكك هي مش تفرق معانا في حاجه هنا دلوقتي، المهم عندنا بقى ان هو اكنولجمنت 22. ليه اكنولجمنت 22؟ عشان هو كان قايل ان زودت البيلود ال20 بتاع البيلود. بالظبط كده، قايل البيلود ب 20، فخلاص انا ببعت لي من 2 لحد 21 انا مستني منك اكنولجمنت 22. نيجي عند التانية، هو قال لك إن البي هتبتدي تبعت تاني، يعني البي هتبعت مرتين قبل ما الاي يرد عليها. الاي هتبعت، فكك دلوقتي السيكونس، هنروح الاكنولجمنت هيفضل هو هو. ليه؟ لأن أنا ما جاليش لسه حاجة من الاي جديدة، فأنا لسه هفضل مستني الباكت البايت بتاع البيلود بتاعتها أول بايت فيها 22، فبرضه هبعت اكنولجمنت 22 تمام؟ تمام يا جماعة ولا إيه؟ تمام. اه لسه ما جالش رد من الايه اللي هو 22 ده، اه لسه بثبت الاكنولوجي. عملت تمام؟ تمام اه، بس هو انا مستغرب السيكونس اختلف ليه هنا ب 30، يا زاد ايوه 30. السيكونس هقول لك ليه دلوقتي. تمام مهاب تمام؟ اه تمام ماشي دلوقتي خلاص فهمت الاكنولوجي، تعالى بقى للسيكونس. حلو، السيكونس هنا واحد وبعد 30 صح؟ مش هو كان قايل ان اول حاجه بيها هيبعتها 30 بايت بيلود؟ ثانيه انا اهو، هيبعت الاول بي ريسبوند تو ذا سيجمنت وذ 30 بايت بيلود، وبعد كده السيجمنت ب 40 تمام. يعني في بتاع بتطلع لي مستفز مش عارف باين لك ولا لا. ماشي تمام، فهيبعت له هنا سيكونس بون. السيكونس بون الداتا دي اولها 1 فيها كام بايت؟ 30 حلو. فالبايت، فالداتا اللي بعدها، الباكت اللي بعدها هتتبعت بسيكونس كام؟ 31 31 واكنولجمنت بالظبط، 22 عشان لسه ما جابوش عشان انا لسه مستني ما جاليش حاجه من الايه، من الايه. تمام. فانا هبعت سيكونس، هبعت الباكت سيكونس اول رقم البايت، اول رقم اول بايت في البيلود بتاعتي 31. حجمها كام بقى؟ 40. تاني واحدة حجمها 40 اهي 40 بايت بيلود حلو. ماشي فبعت له سيكونس 31 كده، انا بعت له بص كده، بص الاول تعالى نركز على السيكونس. السيكونس هنا 22 عشان كنت مستني اكنولج 22 صح؟ يعني هو انا بعت لي اكنولج ايوه 22 فانا بعت السيكونس 22 خلاص، هيبقى حجمها 50 ماشي. هتفرق معانا في الكونكشن ترمينيشن، لو عايزين نكمله هكمله نكمله. يعني ماشي ايه تعالى بقى حجمها الاكنولج 50؟ ايه اللي حجمها 50؟ اهو، ايه ريسبوند تو ذا سيجمنت وذ 50 بايت اه بيلود، ماشي دي الباكت المبعوثه دي
حجمها 50، فيها 50 بايت، 50 بايت. حلو. اه هنا ليه بقى اكنولجمنت 71؟ اللي هو 31 بلس 40 بايت بالظبط. الاكنولجمنت دي بتبقى معتمده يعني، فاهم؟ بتبقى كوميليتيف، فاهم؟ بتبقى يعني بتاكنولج كل حاجه جات لها، يعني هو قال في البي واحده هتبات 30 بعد كده هيبعت كل واحده بعد كده 40، هيبعت 30 وبعد كده هيبعت 40 على طول من غير قبل ما يبعت حاجه. هو بعت له يعني هنا البوينت دي، هو لو كان عايز يرد كان هيرد بايه؟ هيرد ب، لو يعني في البوينت دي هيرد بسيكونس 22 واك اللي تحتها بقى اك 31 اك 31. بس بالظبط كده. بس هو مش هيرد هنا، فهيجي هيرد هنا، فهيكون وصل له ايه؟ هيكون وصل له ايه اخر حاجه وصلت له؟ هيكون ده وصل له اللي هي الباكت وصل له اللي فيها 30، 31 اللي هي 30 بين وهيكون البي، وهيستنى اللي بعدها، عايز يستنى اللي بعدها، بالظبط وهو هيكون لسه وصل له هنا. السيكونس بتاع 22. ماشي، هيكون وصل له هنا ال 30 وال 40، دي 40 فاهم؟ هيكون وصل له هنا لحد ال 30، ودي هتبتدي من 31 ايوه لحد ال 70، فهو يبقى مستني من اول 71، فعشان كده بعت اكنولوجي من 71. تمام. حلو. لو عايزين الترمينيت كونكشن بقى، انا مش كاتبها بس يعني مع بعض، انا مش عارف، ممكن افتح، ممكن ابقى ابعتها لكم يعني، بس ركزوا دلوقتي. هنا هو هيترمينيت الكونكشن، مين اللي هيترمينيت الكونكشن؟ بي عايز يترمينيت بقى. بس بالظبط. اول حاجه في التيرمينيشن ايه؟ اهم حاجه في التيرمينيشن الفلاج اللي هو فين، هتبتدي تبعته ب1. ماشي تمام ولا ايه؟ ماشي معاك ماشي. ماشي على حلو المره اللي فاتت تمام. بالظبط. فهيبقى السيكونس بتاع، هيبقى هنا بقى احنا المفروض بنكتب سيكونس واكنولجمنت. حلو. السيكونس هنا هيبقى كام؟ الاكنولجمنت 75 اللي قبلها على طول، السيكونس بتاع اي حاجه الاكنولجمنت اللي قبلها، هيبقى السيكونس 71. الاكنولجمنت بقى تبقى كام؟ هو هنا بعت له من تبقى 22 72 بالظبط كده، دي بس ان هو بعت له 50 هنا 72. حلو. هيجي هنا عند الايه؟ هيبقى انا جاي لي سيكونس 22، جاي لي سيكونس 71 واكنولجمنت 72. حلو. قاعده، انا جاي لي اكنولجمنت 72، السيكونس بتاعي كام؟ 72. 72. بس هنا بقى الفكره ان الاكنولجمنت هيختلف، عشان زي اللي قبلها. بص زي اللي قبلها كده، كونكشن ترمينيشن، انا بعت عادي السيكونس اهو، الاكنولجمنت هنا هيزيد واحده بس، كان 2241 بقى 2042، فيبقى هنا كام؟ سوري يا جماعه، محتاج ان اعملها لكم، فهبقى اكملها وابعتها لكم، بس انتوا فاهمين الفكره صح؟ تمام. ماشي. بص بقى، عشان هي بتاعت الليكتشر دي اصعب واحده، انا حتى كسلت اكتبها من كتر ما هي طويله، شايفينها كده صح؟ باين. تمام. بص بقى، عشان هي فيها كمان كذا حاجة رخمة يعني في النص كده، فنبتدي. حلو. هو هنا دلوقتي في الكونكشن سيت اب عادي زي ما قلنا، اهو اول 3 باكتس هيبعت سيكونس 800. حلو. اكنولجمنت ملهاش لازمة عندي، فالسين ب1 والفين بكام؟ عند زيرو زيرو، عشان احنا بالظبط، عشان احنا مش بنعمل ترمينيشن للكونكشن، احنا لسه بنبتدي الكونكشن، والاكنولجمنت في اول باكت بزيرو والباقي بواحد تمام. فالاكنولجمنت في اول باكت بس بزيرو، عشان انا مش الاكنولجمنت، الرقم موجود في الاكنولجمنت انا مش مهم مهتم بيه، انت ممكن تكتب له اي رقم في الاكنولجمنت ده، طالما بعت له اكنولجمنت زيرو هو مش هيبص عليه اصلا، فاهم؟ حلو. بص في حاجه بقى مهمه اسمها الويندو سايز، هتبان في الحته دي. الويندو سايز دي اكتر حاجه او ماكسيمم نمبر اوف بايتس ممكن الاي يستقبلها، 1600 بايت تمام. الويندو سايز عند البي ماكسيمم نمبر اوف بايتس اللي مستقبلها 400 تمام. حلو. هيبعت هنا بقى تاني، هيرد عليه السيكونس 800، هيرد عليه باكنولجمنت كام؟ 801. خلاص انا جالي 800، عايز 801 عشان احنا هنزود بايت، عشان احنا لسه في الكونكشن سيت اب. ماشي. وهيرد عليه بسيكونس 3000، سيكونس 3000 ده المفروض يبقوا جيفن، فاهم؟ يبقى جيفن ان هو قال لي انا عايز البي تبتدي بسيكونس 3000. جميل. اكنولجمنت 801، السيكونس اللي بعدها على طول 801. ماشي.
في تالت باكت الاكنولجمنت 1 بس السين هيبقى بزيرو. قلت لك السين في اول تو باكتس في الكونكشن خالص هيبقوا باتنين بواحد في اول تو باكتس، وبعد كده السين في كل اللي جاي ده خلاص بزيرو ماشي. هو الدكتور كان قال انك لازم تكتب السين والفينر اكنولجمنت في كل السيجمنتس اللي هتبعتها ماشي، حتى لو هي بزيرو لازم تكتبها برضه عشان يفرق بين اللي كاتبها وبين اللي مش عارف اي كلام يعني. بس يعني الفكره انك لازم تكتب كل حاجه فاهم، لازم تكتب ان السين هتفضل هنا بزيرو والاكنولجمنت ب1 والفين بزيرو ما عدا الكونكشن ترمينيشن. حلو ماشي. هنا بقى البي هتبتدي تبعت الباكت تمام، جالها اكنولجمنت 3001 فهتبعت سيكونس 3001 ماشي، وهتبعت للايه ان هي مستنيه منها 802 تمام. خلاص سيكونس هنا 801 انا مستني من الايه 802 خلاص، هي بعتت هنا بايت بتاعت الكونكشن سيت اب، خلصنا الكونكشن سيت اب انا مستني منك 802 تمام يا جماعه. تمام تمام ماشي. السيكونس هو هو الاكنولج بتاعت اللي قبلها 802 802. نيجي بقى هنا هو بعت له سيكونس 3001، احنا هنا خلاص يا جماعه ابتدينا نبعت داتا، فهنبعت داتا بالبيلود سايز، البيلود سايز ب 500 بايت، فهو بعته من 3001 لحد 3500. فقال له تمام انا كده وصل لي لحد 3500، ابعت لي من اول 3501، فيبعت له اكنولجمنت 3501. حلو، بعت له 3000 اكنولجمنت 3501، فهيبتدي يبعت له الداتا من اول 3501، فهياخد سيكونس 3501. نبص بقى على الثانيه، هنا بعت لي سيكونس 802. طالما احنا خلاص خرجنا بره الكونكشن سيت اب هنبعت البيلود بتاعنا عادي، فبعت 802 سيكونس داتا البيلود بتاعها 200، فهيبقى كام؟ هيبعت له 802 لحد 1001. فيقول له خلاص تمام هنا انا ببعت لي لحد 1001 انا مستني منك من اول 1002. جميل، ده الكلام اللي احنا قلناه على طول. نيجي اللي بعدها، بعت له اكنولجمنت 2002 فيبعت له سيكونس 2002 عادي جدا اهو، انا جاي لحد 2002 فبعت لي 2002، بعت له هنا كام؟ سيكونس 3501. سيكونس 3501 هيبعت له من اول 3501 لحد 4000 عشان البيلود سايز بتاع بي 500، هيبعت له من 3501 هيقول له تمام وصلت لحد 4000، ابتدي ابعت لي من 4001. حلو ماشي تمام ماشي. بصوا بقى هنا زي المسألة التانية اللي في الشيت، بعت له 2 باكتس والايه ما كانش لسه بيبعت فاهم، بعت له 2 باكتس والايه ما كانش لسه بيبعت، بعت له هنا سيكونس 4001 عشان هو جاله اكنولجمنت 4001، وبعت له اكنولجمنت 2200 عشان هو كان وصل له هنا كام؟ سيكونس 2200، فخلاص وصل لنا لحد 2201، بعت لي من 2202. حلو، نيجي بقى للبايت الباكت اللي بعدها، الباكت اللي بعدها الاكنولجمنت مش هيتغير صح؟ ان انا ما جاليش حاجه لسه من ايه؟ لسه مستني باكت 2202 بالظبط، فالاكنولجمنت 2202. السيكونس هيختلف بقى لان زي اللي فاتت كده السيكونس هيختلف، ان انا بعت هنا 4001 بعت 500 بايت، بعت له 4501 بالظبط، فبعت له 4501. بص بقى اللي جايه دي رخم. الويندو سايز هنا هيقل ليه؟ ما هي هنا لسه فاهم لسه موجوده في الميموري ما بعتلهاش اكنولجمنت فاهم، فيبقى خد 500 بايت من الميموري، هي لسه بيحصل لها بروسيسنج هنا، فالويندوز سايز كان 1600 بقى 1100 قبل ما يبعت دي، الويندوز سايز بقى 600 ليه؟ لان هو في واحده كمان 500 جت فخدت من الويندوز سايز بتاعه 500 كمان، خدت منها 1000 فبقت 1600 بقت 600، فاهمين الحته دي؟ لازم ابقى مبين ان انا المسافه صغرت وانا برسم صح؟ مسافة ايه؟ لا 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 مش فارقة، المسافة هي الفكرة في المسافة ان هو ممكن ما يطلبش منك الويندو سايز، انا بقول لك لو طلب منك الويندو سايز تبقى فاهم. بص هو هنا فرق بين دول عشان يحط ان الويندو سايز في البوينت دي بقى ب 600 فاهم قصدي؟ خد وقت كده، خد ليه؟ من 1600 500 خد 500 500 بالظبط كده. بص بقى الحتة دي مهمة، بعت له هنا اكنولج 1202 فهيبعت له سيكونس 1202. حلو ماشي، اخر حاجه جات له هنا في الباكت دي 4501، فجات له 4501 هنزود عليها 500 يعني جات له من 4501 لحد 5000، فيبعت له اكنولجمنت 5001
هنا دي لوست، دي ما وصلتش هنا اصلا. حلو، يعني دي حصل اي حاجه في الطريق بين A و B فما جاتش، بس ليه ما يعرفش لسه، فاهم؟ فليه هيبعت له سيكونس 4402 وهو بعت له 1202 عايز يبعت له تاني زي دي، فاهم؟ 1202 هيبعت له 1402 عشان البيلود بتاع ايه ب200، تمام؟ يبعت له 1402 وسيكونس اكنولجمنت نمبر اخر حاجه جات له اللي هي 5001، انا لسه مستني منه 5001، تمام؟ يعني هي ايه دي، يعني هو هنا بعت 2 وهنا بعت 2، فالاكنولجمنت هيبقى اخر حاجه جات له، اخر حاجه جات له من هنا 5000، فانا ببتدي مستني من 5001. كله تمام في الحته دي؟ الباكيت لوست ليه؟ فلأي سبب؟ هو بيقول لك افترض ان الباكيت هو انا حصل له يعني لوس. في المساله يعني هيقول لك ان الباكيت دي حصل لها لوس، انت ما يعني انت المفروض ما يحصلش اي لوسز وتكمل مسألة عادي، ماشي؟ هو انا عايز اشرح حوار الباكيت لوس ده. حلو، هيجي هنا بقى البي رد، المفروض يرد بايه بقى؟ هو جاله 1402، يعني جاله سيكونس 1402 بس 1202 دي ما جاتلوش، تمام؟ ركزوا بقى، هيرد بسيكونس عادي جدا 5001، هيبعت له سيكونس 5001، تمام؟ عادي، دي مالناش دعوه بيها، سيكونس واكنولجمنت دي عادي ما حصلش فيها حاجه، فاهم؟ انا جالي هنا اكنولجمنت 5001، تمام، انا مستني منك 5001. نيجي بقى الاكنولجمنت هنا، هو جاله كام؟ جاله لحد 1402 صح؟ بس هو ما جاتش بس في 1202، باكت في النص ما جاتش. ايوه ما جاتش 1202 دي، هو هيفضل مستني 1202 فيبعت له اكنولجمنت 1202 ان انا لسه ما جاليش 1202. حلو، هنا الويندو سايز اصلا في العادي كان بكام؟ كان ب 500، ماشي؟ فالويندو سايز هنا المفروض يبقى ب 300. حلو، هو هنا كان فرض ان لا هنا الويندو سايز قصدي كان ب 400 مش 500، البيلود سايز ده 500، الويندو سايز ب 400، فانا لسه عندي دي، انا لسه ما بعت، لسه عندي دي اللي هي 1402 ما رميتهاش وما بعتهاش، ما بعتش ان هي جات لي، هي لسه في الميموري عندي لحد ما يجي لي 1202 تاني، تمام؟ فهي الويندو سايز هنا قل 200، فبقى 200، يعني قل 200 من 400 بقى 200، وبعت هنا ان انا اخر حاجه جات لي صح كانت 1201، فبعت له اكنولجمنت 1202 انا لسه مستني منك 1202، فيرد عليه بسيكونس 1202 خلاص انا هبعتها لك تاني اهو، وهيبعت له اكنولجمنت. هنا بقى هيبعت له اكنولجمنت 5000 وكام؟ 3501. بالظبط كده، بنور عليك، الله يعينك، حاسس ان انا بعمل اي حاجه. انا فاهم. 5000 كام؟ 5501. حلو، هيجي هنا عند البي خلاص تمام، وصل له 1201، وهو اصلا كان وصل له 1202 سوري، وهو كان وصل له 1402، هيبعت اكنولجمنت كام بقى؟ يبقى استنى 1602 بقى كده. بالظبط، انه خلاص انا تمام وصل لي دول، وصل لي ال 1202، وانا اصلا كان عندي ال 1402 اهو كنت حطيتها في الميموري عندي، فبعت لك ان انا مستني خلاص 1602 ويبعت له ال 5501 ان عشان الاكنولجمنت اللي قبلها خلاص. بالظبط، مش تمام، هي خلاص هي دي كانت اصعب حته. عايز ممكن نكمل الفيديو كونكشن ترمينيشن، استنى نعملها. مش محتاج تقولها بقى، مش هي كونكشن ترمينيشن عادي؟ هي العادية ما فيهاش أي حاجة، عايز لو حد عايزني أعيد عليها تاني عادي. أنا تمام بالنسبة لي عادي. هنا عماد و هي بس اللقطة هنا يعني إن هو كان بيعمل ريسند للباكت اللوست، فالدنيا عنده لخبطت في أرقام السيكونس وكده صح؟ لا السيكونس كده كده ما فيهوش حاجه، هو السيكونس هنا عنده، بص هو الباكت لوست منين لفين؟ الباكت لوست بتاعت ايه؟ انا ايه كنت عايز ابعت 1202 ما وصلتش عند البي، ما وصلتش اهو، لوست هي الباكت دي اللي في الطريق اللي معمول عليها كروس دي اكس دي ما وصلتش. حلو، فهو هنا مالكش دعوه بقى بالازرق، الازرق ده من بي لايه، ماشي؟ الاسود من ايه لبي، فكك من الازرق خالص، تمام؟ ركز في الاسود دلوقتي، بعت له سيكونس 1202 ما وصلتش، هو هنا عشان هو البي مش فاكر كان اسم البروتوكول زي مش فاكر ستوب اند ويت و تانية، ان المهم يعني ان الاي يعرف يبعت مر، يعني الاي ممكن يبعت كذا مره من غير ما يجي له اكنولجمنت، فاهم؟ مش لازم يجي له اكنولجمنت له عشان يبعت حاجه تانية، ممكن يبعت كذا باكت في نفس، مش في نفس الوقت يعني، يبعت كذا باكت قبل ما يجي له اكنولجمنت من حاجه وصلت، تمام؟ كان حاجه خدناها في كوميونيكيشن نتوركس بس مش فاكرها يعني.
طيب سؤال تاني، هو هنا البي بتبعت مرتين ده العادي بتاعها، ولا هي مرة واحدة والفوق ده كانت يعني حالة حصلت مرة واحدة وخلاص؟ لا لا عادي زي المسألة اللي في الشيت اهو. أصل مش العادي إنها كانت بتبعت مرتين، هي دي الفكرة طول لا المسألة. لا هو مش عادي، هو زي المسألة كده مثلا، هو في المسألة التانية مثلا قال له ان البي هتبعت في البوينت دي في الحتة دي هتريسبوند بسيجمنت 30 او هناك ب200، وهتريسبوند تاني ب200 قبل ما يجي لها اكنولجمنت اهو. قال له بي ريسبوند، انت اللي قلت اصلا في المسألة دي احنا بنقول ان البي هتبعت مرتين قبل الايه ما هي يجي دي لها. نفس مسألة المحاضرة؟ لا 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 هو مسألة المحاضرة انا مش عارف هي فين، هو مسألة المحاضرة هو كان بيشرح حاجة ما مش عارف هي فين اصلا، يعني ما اه كانتش تمام، مكتوب ما ملهاش، صحيح لدماغه يعني شرح عادي يعني. ممكن يكون ليها مسألة مش عارف هي كانت موجودة في اللكتشر، ما كنتش عارف هو كان بيقراها من الحتة، لا أكيد ما هي مسألة، بس هو حتة اللوست دي مثلا هو راندوم كده قال لك دي لوست، فاهم؟ عشان يفهمك السيكونس هيمشي ازاي. راح الدنيا تمشي ازاي؟ بالظبط. انت بقى كنت بتقول لي ان هو هنا اللخبطة في ايه؟ اللخبطة مالكش دعوة بالازرق ده، الازرق ده من دي الايه؟ عشان كده لما انا مثلا عملت المسألة دي قلت لكم يا جدعان اعملوها بألوان مختلفة عشان تفرقوا، فانت مثلا في الامتحان هتعمل واحدة بالجاف واحدة بالرصاص، فاهم؟ عشان تفرق. انت الاسهل انك تمشي كل حاجه لوحدها، من سيكونس 0 فانا هكنولج 1، فسيكونس 1 فانا هكنولج ب2، فاهم؟ بس هنا عشان تعالى دي اهو سيكونس 2000 فانا هكنولج 2001، وبعد كده بعد سيكونس 2001 وبعد كده هكنولج 2002 وابعت له 2002، فاهم قصدي؟ يعني انت تمشي الاحمر لوحده والازرق لوحده، تمشي وبعدين حاجه ارجع حاجه يعني اشتغل ال A ل B وبعدين اشتغل من B ل A احسن. بالظبط كده، ده اسهل احسن واسهل، فاهم؟ انك تمشي على كل حاجه ايوه لوحدها. بس تمام فين بقى حاضر. اهو، تعالى بقى تاني هنا اهي، سيكونس 2002 دي 2202 دي لوست ماشي، وبعت له 1402، 1402 دي ما حصلهاش حاجه، فاهم؟ فهيوصل هنا هيقول له انا لسه ما جاليش 1202، بس الثانيه دي مش هتترمي فهاخد من الويندو سايز 200 كمان، فاهم قصدي؟ اه تمام. بس فهبعت له 1202 فيبعت له هنا 1202 وتاني، فهنا هيكون جاله 1202 و1402، فهيكون مستني من 1602 بقى. بس عشان هيبعت له الفرق لا اللي هو 400، ما هو هيبعت 200 مرتين يعني. لا 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 احنا ما بنبعتش الفرق يا اسطى. بص احنا بنبعت، هو الفكره ان انا ما كنتش عايزكم تفهموا ان احنا بنجمع وخلاص، لا هو الموضوع مش كده بالظبط، هو الموضوع ان انا ببعت السيكونس ده زي ما انا وريتكم الهيدر، عشان كده فين الهيدر؟ فين الهيدر؟ اهو انت السيكونس نمبر ده بيبقى ايه؟ بيبقى اول رقم في البايت في الداتا بتاعتك، مش الاوبشنز، اول رقم في الداتا بتاعتك. حلو؟ انت بتبعت له اول رقم، فاهم؟ هو بيبقى عارف من الاول، بيبقى عارف من الاول ان انا الداتا بتاعتي بتبعت ب فين اللكتشر يا فين؟ اهي بيبقى عارف من الاول ان الداتا سايز 200، فاهم قصدي؟ فيبعت له 800، بلاش من اول هنا اهو، هيبعت له 802، فيبقى عارف هنا ان 802 دي في اول رقم في البايت، 802 البايت حجمها 200 بايت، سوري اول باكت اول بايت في الباكت 802، الباكت دي حجمها 200 بايت، فهيجي له لحد يعني هنا البوينت دي هيكون وصل له كام؟ هيكون وصل له 1001، فاهم؟ وصل له 200 بايت بالظبط، فهيرد عليه يقول له انا مستني 1002. انت لما تجمع يعني الموضوع لما تجمع مش هو فاهم يعني، انا اصلا كنت بجمع وخلاص، بس انا بقول لك الموضوع مش كده اصلا، فاهم؟ طيب عشان انا كده فاهم اللي انت بتتكلم فيه، بس هو كان قصدي ان هو بعت هنا 1600 لان هو كانش في اعلان بعت 1400 كمان، صح؟ هو بص، ما الفكره بقى في ايه؟ زي اللي فاتت انا كنت بقول لك ان الاكنولجمنت دي حاجه كوميليتد، فاهم؟ كوميليتد كده ببعض، ان انا ايوه طالما ايوه بعت 1602 فانا كل اللي قبل 1602 دول وصلوا لي، يعني لحد بايت 1601 ده وصله، فاهم قصدي؟ يعني مش هيبعت 1600 1402 وبعد كده 1602، لا هو هيبعت لحد 1601 دول وصلوا لي، انا مستني منك من 1602، فاهم قصدي؟ عشان كده هنا ما هو انا ما هو الفكره بقى في ايه؟ ما هو جاله 1402، ما كان ممكن يبعت له 1402 مثلا ماينس 200 ان هو ما جالوش 1200، لا هو ما فيش حاجه اسمها كده، هو بيبعت اخر حاجه وصلته صح، فهو كان اخر حاجه وصلته في البوينت دي صح 1402 وصلت، بس كان اللي قبلها ما وصلش، فلازم اخر حاجه وصلته صح يعني اخر حاجات كامله وصلته صح لحد 1201، فانا لسه مستني منك 1202. بص مثلا عشان ما تلخبطش نفسك، لو 1402 دي كانت لوست هيعمل ايه؟ يبعت له هنا اكنولجمنت 2002، هيبعت له هنا 1202 عادي خلاص ماشي، انت 1000 يعني كل ده مش هيبقى فرق، هيبعت له 1202 عادي ان انا خلاص، هيبعت له هنا بدل 1602 1602 هيبعت له ايه؟ هيطلب 1402. بالظبط كده عشان هي ما جاتلوش، فاهم؟ يعني هو البوينت يعني فاهم، هو ممكن اصلا يعني هو الايه ما يعرفش ايه عارف ان ال 1202 لوست، هو
بيأسيوم ان ال 1402 وصلت، هيبعت له 1200 وبس، 1202 وبس، واستنى رد بتاع بي. لو بي قال له انا مستني 1602 خلاص كده 1402 ما حصلهاش لوس. لو قال له 1402 يبقى الباكتس الاثنين اللي اتبعتوا مع بعض دول لوست، فاهم؟ او مش مع بعض يعني، الباكتس الاثنين اتبعتوا ورا بعض دول لوست، هيقول له هنا 1402 فيبعت له 1402. بس هو هنا قال له 1602 معناه ان 1402 دي وصلت تمام، فخلاص فاهم. تمام وصل. بس انا هبعت لكم البتاع ده على الشيت ده، وكونكشن ترمينيشن لو حد عايز دي ممكن اعملها له، اعملها له في ورقه وابعت. بس انا سالت الليكتشر تاني معلش، في الباكت اللي هي حصل لها لوس دي، هو كان قال لي في مثلا ايه، هيبعت اتنين باكتس ورا بعض، عشان كده هو بعت على طول ما استناش اكنولجمنت، صح؟ تمام. اه هو مش في المسألة لكن في العادي العادي، في العادي انت المفروض تمشي زي دول، فاهم؟ اهو فكان لازم يستنى اكنولجمنت قبل ما يبعت اللي بعدها. هي الفكره مش في كده، الفكره مش ماشي. ممكن هو الفكره مش بيقول لك كده يعني، هو الطبيعي انك ما تستناش اكنولجمنت، فاهم؟ طبيعي سوري انك تستنى اكنولجمنت، الطبيعي انك تستنى اكنولجمنت. ايوه بالظبط. بس هو هنا كان بيقول لك انك ممكن تبعت الاثنين دول ورا بعض. يا جماعه اصل هي الحته دي كانت في كوميونيكيشن نتوركس، اصلا المساله دي كانت في كوميونيكيشن نتوركس، جت لنا في الفاينل اصلا. انا فاهمك، انا قصدي ان النورمال كيس كان هيستنى الاكنولجمنت، مش هيبعت 1400. طالما ما قالش اي حاجه، طالما ما قالش ان الاثنين اتبعتوا ورا بعض من غير ما يجي له اكنولجمنت، فانت اشتغل على العادي اللي هو المساله الاولانيه دي خالص، المساله بالشكل الاولاني. هي دي عادي، فاهم؟ اجي لي واحده ابعت الثانيه، يجي لي دي ابعت دي، خلاص. بس انت خليك فاهم الفكره، ان انا ممكن ابعت الاثنين هنا مع بعض، بس ايه اللي هيفرق معايا؟ الاكنولجمنت، ان انا برضو هبعت سيكونس هنا بقى كام؟ لا بلاش دي، احنا في كونكشن سيت اب اهو، هبعت 2182، انا بعدها هبعت 2362، بس هبعت اكنولجمنت 1761، ان انا لسه مستني منك 1761، فاهم؟ يعني كان دي مش موجوده، بس فاهم قصدي؟ بس كده هبعت لكم حل الشيت ده على الجروب. وبس يعني، هو مسألة الليكتشر لو شفتوه انا فهمت من الدكتور الصراحه. وهو في بعد كده الليكتشر 7 بارت 1 ليكتشر 7 بارت 2، كان دكتور يعني كان حل مسألتين الشيت، كان واخد حلول ناس وحل مسألة الشيت. بس يعني بس انا هبعت لكم الحلول دي. ليكتشر 5 حل المسألة بتاعته، وليكتشر 7 حل الشيت، وستة تمانية تسعة عمل ايه؟ لا انا ما اعرفش بقى، ستة دي كانت، ستة دي اليو دي بي غالبا، تمانية دي سي بي ما يو دي بي شفتهاش. كانت في الميد ترم باين، صح؟ لا اليو دي بي ما جاتش. اليو دي بي جات، ايوه صح. ليكتشر 6 دي اليو دي بي، ليكتشر 5 بورت 1 ده التي سي بي الشرح، ليكتشر 5 بورت 2 تي سي بي. ممكن توقف الريكورد خلاص لو انتوا مش عايزين حاجه تاني، مش هقول لك والله.